لسه مكملين معاكم فقراتنا ووصلنا للفقرة الدينية. هنتكلم فيها النهاردة عن أهم القضايا المطروحة على المجتمع المصري، القضايا المرتبطة بالدين، وخصوصا طبعا القضايا السياسية المرتبطة بالدين. هيكون معانا النهاردة دكتور عادل المراغي، خطيب وإمام مسجد النور بالعباسية، وهو أيضا مدرس بكلية الدعوة. صباح الخير. صباح الخير يا أهلا فندم. بحضرتك. صباح الخير يا دكتور عادل. صباح الخير يا فندم. في البداية عايزين نعرف من حضرتك تعليق حضرتك على خلط الدين بالسياسة، خصوصا بعد فوز مقاعد كثيرة جدا للتيارات الإسلامية في مجلس الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بالنسبة لخلط الدين بالسياسة، طبعا الإسلام يختلف كلا وجزءا عن الأديان الأخرى سواء كان المسيحية أو اليهودية. بالنسبة للإسلام طبعا كلمة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة كلمة خاطئة بالنسبة لتطبيقها على الإسلام. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نبي وكان رسول وكان قائد عسكري، وكان النبي عليه الصلاة والسلام واضع دستور المدينة المنورة بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، أسس أول دولة مدنية في العالم اللي هي دولة المدينة المنورة، ليست دولة دينية إنما هي دولة مدنية. والدولة المدنية التي ينادي بها الإسلام إعطاء كل ذي حق حقه، يعني ليس هناك يعني دولة أعطت الحقوق والواجبات للأقليات التي توجد فيها كما أعطى الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جعل اليهود أمة من دون الناس، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ولذلك أقول خلط الدين بالسياسة هو أصل من أصول الإسلام، بس مين بيفهم في السياسة؟ السياسة التي فهمها عمر بن الخطاب. مشكلة ليس في فهم في خلط الدين بالسياسة، وإنما المشكلة في التطبيق الذي طبقه الخلفاء الراشدون وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الدين موجود والسياسة موجودة، ولكن أين العقلية التي تفهم ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أسقط حد السرقة في عام المجاعة، بالرغم من هو نص ورد به القرآن الكريم، إلا أن عمر بن الخطاب رأى أن الناس في يعني أصابتهم مجاعة فأسقط حد السرقة هذا العام. ولذلك فيه يعني قواعد تسمى بدفع المضرة وجلب المنفعة. فهذه يعني أقول أي واحد أقحم الدين في السياسة لابد أن يكون ينظر بمنظار العقل الذي نظر به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي نظر به الصحابة، وسيدنا عمر بن عبد العزيز لما أعطى كل ذي حق حقه، وكان له منادي ينادي كل يوم، أين الغارمون؟ أين الذين عليهم دين؟ أين الناكحون؟ أين كذا؟ أين كذا؟ حتى أعطى كل الناس. هذا بالنسبة لخلط الدين بالسياسة. طب أنا هتأكد من حضرتك بس من نقطتين قبل ما ندخل في سؤال مختلف. نعم. كلمة دولة دينية. نعم. ليس لها أساس في الإسلام. ليست هناك أي أساس للدولة الدينية في الإسلام. الدينية. فهي دولة مدنية. النموذج الذي بنتكلم عنه الدولة الدينية إما في إيران أو الدولة الكنسية في العصور الوسطى، والإسلام بريء من هذا وذاك. الإسلام ينادي بالدولة المدنية. طيب أما نتكلم عن خلط السياسة بالدين، بنقصد هنا الدين كعقيدة ولا بنقصد هنا الدين كأخلاق الدين لا، وتعليم الدين كتشريعات، الدين كأخلاق، الدين يعني كأخلاق وتشريعات، ليس الدين كسياسة فقط. والهدف من إقحام الدين في السياسة بالإسلام هي إصلاح الدنيا بالدين. ده الإسلام أتى بهذه الصورة، ولذلك القرآن الكريم واضح حينما بيّن في آخر سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأمور كلها لله. ميزة الإسلام عن غيره من الأديان إنه دين شمولي، دين ودولة، أمة وجيش. وهذه الشمولية التي كان ابن رشد على سبيل المثال كان فيلسوف، وكان بالرغم من ذلك فقيه، وكان طبيب، وهكذا التنوع كان عند كثير من السلف الصالح، ليست بهذه الصورة التي نراها في هذه الأيام. طيب، وتصريحات بعض السلفيين بعدم إجازة دخول المسيحيين مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب مجلس تشريعي، وإحنا التشريع بتاعنا تشريع الدين الإسلامي. نعم. فمدى صحة هذه أنا شايف أن هذه التصريحات تصريحات عنترية لا يعني محل لها من الإعراب، بل يعتبر شيء أنا شايفه أنه هو يعني تطرف، خاصة بعض التصريحات التي وردت على بعض على بعض ألسنة بعض الناس، اللي هو تحريم السياحة وغير كده، وعدم دخول المسيحيين البرلمان.
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعني تصدقي أو يصدق المستمعون أنه المشاهدون أنه يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام في حجز الهجرة استعان بمشرك حتى يصل إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم؟ كذلك الأمر كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اليهود أو النصارى، نصارى نجران، لما دخلوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا في المسجد، ذلك دليل واضح على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء على ديانتهم. وفي قاعدة عريضة، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فهذا الكلام الذي تكلم به الأخ حينما حرم دخول المسيحيين البرلمان، لا أساس لهم الإسلام ولا يمت الإسلام بأي صلة، بل هو تطرف فكري وشطط، ينبغي علينا أن نحارب هذا الشطط الفكري. النصارى والمسلمون في هذا الوطن شركاء جنبا إلى جنب، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهذا الكلام هو الذي نطق به القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. كان لبعض الخلفاء العباسيين أطباء من النصارى، بل وصلوا في عهد الخلافة الخليفة المأمون، وصلوا إلى وزارة المالية، كان وزير المالية في عهد الخليفة المأمون كان نصراني، ولم ينكر عليه أحد من المسلمين، بالرغم من كان هناك كبار الفقهاء في هذه الدولة وهذا العصر. فالكلام الذي قيل بهذه الصورة كلام يعني أقول لا صلة بالدين. ليس له أي صلة بالواقع ولا بالدين كمان. طب اللي احنا بنواجهه في الشارع المصري منذ بدء الانتخابات حتى يومنا هذا، يعني ان كثير من التيارات الدينيه بتستخدم، او كثير من التيارات الاسلاميه بتستخدم الشعارات الدينيه في الحملات الانتخابيه لها. تفسير حضرتك لاستخدامهم ده ايه، وهل هذا يجوز ام لا يجوز؟ أنا شايف إن التفسير هذا يعتبر تفسير لاستخدام الشعارات الدينية، ربما يكون تزلف للفوز في الانتخابات أو لتحقيق مكاسب في الانتخابات. وأنا شايف وجهة نظري ربما تكون خاطئة ربما تكون صحيحة، إنه عدم إقحام الشعارات الدينية أولى بكثير، حتى يعني لا نقحم الدين في الشعارات، فإن أخفق هذا الشعار أخفق الدين. كثير من الناس بينظروا إنه هذه الشعارات قد تكون معصومة أو مقدسة أو كذا أو كذا. فيعني يعني أنا الغرض منه التلاعب بمشاعر الناخبين، الغرض منه قد يكون التلاعب بمشاعر البسطاء، وقد يكون السبب في ذلك الأمر كذلك تحقيق مكاسب سياسية من خلال هذه الشعارات. فالأولى الكف عن هذه الشعارات. وإن كان زي كما قلت إنه الدين يعني جزء لا يتجزأ من السياسة، والسياسة جزء لا يتجزأ من الدين كذلك الأمر. طيب دلوقتي جاءت تصريحات بعض السلفيين تحريم السياحة، نعم، ايه مرجعية ده للدين، وهل مجمع البحوث لا قرارات في ذلك ولا لا؟ والله انا شايف حضرتك ليس له اي مرجعية، بل كما قلت عبارة عن شطط فكري. ومن اللي صرح بذلك هو بعض الناطقين باسم اخواننا السلفيين، وليسوا سواء كما قلت، بل غالبية الإخوة السلفيين ردوا عليه. دكتور نادر بكار رد عليه، وكذلك أمر الدكتور عماد عبد الغفور رد عليه في هذه النقطة. وأنا شايف أن كل القوى الإسلامية والسياسية تتعاضد حول الملف الأمني، الانفلات الأمني عندنا في مصر، وحول الملف الاقتصادي، وحول ملف العشوائيات، ونترك التجاذب والتناحر في فرعيات يعني لا مكان لها في هذا التوقيت. مصر الآن على حافة الهاوية، السفينة تكاد تغرق، فإما أن ننقذ هذه السفينة وإما أن تغرق. ما نمسكش في الفرعيات ونسيب لا فرعيات الأساسات أولا الدولة. بيتكلموا عن الحجاب وعن اللحية وعن كذا وعن السياحة وعن دخول المسيحيين أو النصارى البرلمان وغيره، هذا لا مكان له أصلا في هذا التوقيت. يعني حتى يعني هو عبارة عن فرعيات لا نتكلم عنها، إنما نتكلم عن أصول قيام المؤسسات عندنا في مصر. المؤسسات تقوم عن طريق، كيف نتكلم عن السياحة الآن واقتصاد مصر في الحضيض؟ كيف نتكلم عن حجاب المرأة أو كذا أو كذا أو كذا، وإنسان لا يستطيع أن يخرج خارج بيته من عدم الأمن من أو عدم الأمان؟ الأمان. يعني حضرتك لو الكلام ده أو التصريحات دي ظهرت في وقت مختلف، نعم، ده معناه إنك هتكون راضي عنها والله ولا؟ أنا شايف إنه لكل حادثة حديث، وهذه ليست محلها. وإن كان موضوع السياحة لم يحرمه أحد من علماء الأزهر قاطبة،
السياحة، خاصة السياحة التي ينادون بأنها عري وكذا وكذا وكذا، لم يحرمها أحد، وإنما كانت لها شرع لها ضوابط معينة للسياحة. أما بالصور التي حرمها بعض الناطقين من الإخوان السلفيين فهذا يعتبر رأي شخصي، أنا شايف إنه يعني هذا رأي تحريم شخصي. نعم، السياحة عموما له، هل له أي مرجعية دينية؟ ليس له أي ليس مرجعية. له أي مرجعية دينية، بالتالي نعم لو ظهر نفس التصريحات في وقت مختلف نعم هيكون لن نفس يكون رد لها أي فعلنا صدى، عليه هو واحد. سيرد عليه علماء الأزهر قاطبة وعلماء الأمة قاطبة بهذا طب الرد. لو بعدنا شوية عن البرلمان وعن الأحزاب وكلمنا عن احتفالات الشيعة اللي كلنا يعني شفناها في الحسين نعم، الأسبوع اللي فات، تعليق حضرتك إيه عليها؟ ودي أول مرة أعتقد نشهدها في مصر. هو حضرتك لم تكن هناك احتفالات كما صرح بذلك وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، إنما كان مجموعة من الشيعة لا تعد 20 واحد كانوا خارج مسجد الإمام الحسين. طبعا بعد الثورة أصبحت حرية لكل الفصائل ولكل الطوائف، فتجمعوا وحاولوا إن هم يحتفلوا بيوم عاشوراء، ده اللي حصل. فاحتفال هؤلاء بيوم عاشوراء شيء يعني من باب حرية العقيدة، ليس فيه أي شيء. أنا شايف إن هو من باب حرية العقيدة، ما دمت لا يؤذي الآخرين ليس فيه أي شيء، ويلتقي تماما مع حرية العقيدة مع أي مع أديان أخرى أو مع أي طائفة من الطائف الأخرى. طيب نعم، حضرتك تقول ايه لأي حد عايز يعمل بلبلة وانقسام يعني في الشعب المصري، يعني زي اللي بيحرم يعني تصريحات بعض السلفيين بالتكفير المسيحيين، هل ده ليه اصل في الدين ولا ملوش اصل؟ قلت ازاي يعني، حضرتك ازاي بيقولوا كده؟ بالنسبة للمسيحيين هم شركاء في الوطن منذ أن فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر وإلى وقتنا هذا، والدليل على ذلك أن الكنائس التي كانت موجودة قبل الفتح العمري لمصر، قبل فتح سيدنا عمر بن الخطاب حينما أرسل عمرو بن العاص، موجودة إلى يومنا هذا. والكلام عن تكفير الأقباط أنا شايف إن هو محدش قال كده إطلاقا، حتى سلفيين على رأسهم الشيخ محمد حسان في خطبه، أكثر خطبه وجمهور السلفيين قاطبة تكلموا على أن، وأقرب شيء سمعته الدكتور ياسر برهامي تكلم على أن، وهو من علماء السلفية في الإسكندرية، تكلم على أن السلفيين شركاء لنا في الوطن وفي البرلمان، ويعني إخوة لنا في الوطن ويشاركوننا في الحضارة في مصر عندنا. فموضوع تكفير الأقباط ربما آراء متطرفة وآراء شخصية لا تمثل الدين ولا ينبغي أن نعول عليها. المشكلة حضرتك في بعض القنوات التضخيم في بعض القضايا، تلاقي بعض الشباب أو بعض الإخوة السلفيين تكلم بكلمة برأي ولا تمثل، بيبقى رأي شخصي ليه. رأي شخصي ولا تمثل أحد ولا تمثل التيار السلفي، ثم نجد بعض القنوات يضخم هذه على أنها رأي بس السلفية. احيانا بنسمع الاراء دي مباشره يعني نعم، على لسان المتحدث باسمهم، يعني إن مش كان بنسمعها الاعلام هنا ملوش اي يد فيها، بنسمع اراء نعم وتصريحات واحيانا اراء متضاربه يعني بتنفي بعضها، ويعني اكيد حضرتك شفت ده كمان أنا شفت معانا. حضرتك التصريحات الأخيرة التي تكلمت عن السياحة وتكلمت عن عن التماثيل وتكلمت عن الـ عن الـ عن الأهرامات كذلك الأمر، وتكلمت عن، وهذه هذا الكلام قلت في البداية إنه عبارة عن تطرف فكري وشطط فكري ينبغي علينا أن نحاربه بالوسطية. الإسلام دين وسطية، وهذا هو دور الأزهر القادم إن شاء الله بإذن الله، احتواء كل هذه التيارات ووضع هذه التيارات طبعا في تحت عباءته، وأي واحد يشذ من هذه التيارات طبعا لابد أن يرد طب عليه من ليه كل الأسباب. ليه في الفترة